أهلا بكم مشاهدينا الكرام في متابعتنا اليومية لحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة. كانت هيئة الأرصاد الجوية توقعت انخفاض جديد في درجات الحرارة بداية من اليوم الثلاثاء، هذا بالإضافة إلى عودة ظهور الشبورة المائية صباحا، وأيضا كل هذا بالإضافة لتأثير منخفض السودان الموسمي ومنخفض البحر الأحمر الذي يضرب البلاد خلال الساعات القليلة القادمة. خلونا نعرف المزيد من التفاصيل من دكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. تحياتي لحضرتك يا دكتور منار، وأهلا بك معنا. اهلا بيكي استاذه جرمين، واهلا بكل متابعي ومشاهدي التلفزيون اليوم السابع. اهلا بحضرتك دكتور. بدانا اليوم خلاص نشعر بالانخفاض في درجات الحراره، نقدر نقول بقى خلاص كده يعني الشتاء بدا ولا ايه؟ بدانا الايام الجميله ولا لسه؟ هو طبعا لسه البدايه الرسميه لفصل الشتاء 21 ديسمبر ان شاء الله الشهر القادم، ده البدايه الجغرافيه والرسميه لفصل الشتاء، احنا لسه في فصل الخريف، لكن تدريجيا هنبدا نشعر بانخفاض درجات الحراره لان المعدلات الشهريه لشهر 12 طبعا بتكون اقل من شهر 11، فتدريجيا درجات الحراره تبدا تنخفض، نبدا نسجل درجات حراره 20 وممكن كمان اقل من 20 درجه مئويه في شهر 12. بس دكتور احنا خلاص في نهايه نوفمبر، يعني فكره عوده ارتفاع درجات الحراره مره اخرى بتكون قليله، خلاص احنا في نهايه نوفمبر. الارتفاعات الملحوظه في درجات الحراره احنا بدايه ديسمبر خلاص. يعني احنا بالظبط الارتفاعات الكبيره في درجات الحراره مش هتبقى موجوده، لكن اكيد ممكن في بعض الايام لما يكون في مطر في الاجواء، زياده فترات سطوع اشعه الشمس خاصه لو الكتل الهوائيه القادمه من على الصحراء هنحس بالدفء فترات النهار، يمكن ده اللي ممكن نشهده خلال يعني ال 48 ساعه القادمه او ال 72 ساعه القادمه، في زياده لفترات سطوع اشعه الشمس، مصادر الكتل الهوائيه تبقى جايه من على الصحراء الشرقيه، فهيكون في ارتفاع طفيف في درجات الحراره بحوالي درجتين، يعني هنتحول من ال 22 ل 24 درجه مئويه. صحيح. مش هنقدر نقول ارتفاع كبير في درجات الحراره، احنا بالفعل الايام الماضيه يمكن امس واول امس ويمكن اليوم كان في انخفاض في درجات الحراره بسبب طبعا وجود الغطاء السحابي وتكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه اللي كانت بتعمل على حجب جزء من اشعه الشمس فبتساعدنا على الاحساس بانخفاض درجات الحراره. وجود كمان امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ايضا وجود كمان كتل هوائيه قادمه من على البحر الاحمر مع امتداد منخفض السوداني الموسمي او منخفض البحر الاحمر، عوامل كثيره خلت في تكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه وحسينا معاها بانخفاض درجات الحراره، وكمان كان في فرص سقوط الامطار يمكن شاهدناها من مساء امس وحتى الساعات الاولى من صباح اليوم ومكمله معانا على مدار اليوم فرص سقوط الامطار. خلينا الاول نتكلم على درجات الحراره، احنا بالفعل اليوم مستمر انخفاض درجات الحراره، فترات الصباح الباكر حسينا بالاجواء المائله للبروده، لكن مع سطوع اشعه الشمس وتقدم ساعات النهار بدانا نحس بالاجواء اللطيفه تماما على اغلب المناطق الشماليه، السواحل الشماليه، محافظات الوجه البحري حتى القاهره الكبرى وشمال الصعيد، اجواء مائله للحراره على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء طبعا خلال فترات النهار، لكن مع دخول ساعات الليل والغياب التام لاشعه الشمس درجات الحراره طبعا هتنخفض بشكل ملحوظ، الصغرى على القاهره الكبرى هتتراوح ما بين ال 15 و 16 درجه مئويه، بعض المحافظات في شمال الصعيد خلال فترات الليل بتوصل ل 10 و 11 درجه مئويه، يعني اجواء فترات الليل المتاخره والصباح الباكر اجواء مائله للبروده على كافه انحاء الجمهوريه. ايضا في الفترات الاولى من الصباح كان في سقوط امطار على سلاسل جبال البحر الاحمر، بعض المناطق من شمال الصعيد، بعض المناطق كمان من جنوب سيناء زي شرم الشيخ وبعض المناطق من خليج العقبه. مع تقدم الساعات بدات فرص الامطار تقل، لكن طبعا مكمل معانا على مدار اليوم فرص الامطار على المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط، هي فرص امطار خفيفه وشمال الوجه البحري، وايضا بعض المناطق من شمال الصعيد فرص الامطار غير مؤثره تماما على اعمال الانشطه اليوميه. هتبقى فرص الامطار الكبيره او حاضره بشكل كبير على بعض المناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر، لانها اليوم وكانت في ساعات الصباح امطار خفيفه متوسطه ورعديه هتكون على فترات متقطعه من اليوم. مستمره معانا على مدار الفتره القادمه. هي مستمره معانا على مدار اليوم لان احنا من غدا ان شاء الله التوزيعات الضغطيه هتبدا تختلف تماما، هنبدا نتاثر بوجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، المرتفع الجوي اللي في طبقات الجو العليا ده هيعمل على الاستقرار في الاحوال الجويه، زياده فترات سطوع اشعه الشمس بشكل كبير، ومصادر كتل هوائيه كمان قادمه من على الصحراء،
هيكون معاها ارتفاع طفيف في درجات الحراره بحوالي درجه لدرجتين، يعني غدا ان شاء الله العظمى على القاهره الكبرى 24 درجه مئويه فترات النهار. هتبقى فترات الليل زي ما قلنا الاجواء مائله للبروده. فرص الامطار هتقل بشكل كبير، وتنحصر فقط في بعض المناطق من حلايب و30، وفرص امطار غير مؤثره تماما. والظاهره الجويه اللي هتكون مؤثره معانا بشكل كبير هي الشبوره المائيه ان شاء الله من غدا. الشبوره المائيه اللي دايما بتظهر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وبتؤدي لانخفاض في الرؤيه الافقيه. ويمكن كمان خلال الايام القادمه مع هدوء سرعات الرياح وتوافر نسب رطوبه ووجود المرتفع الجوي، الشبوره المائيه كثافتها هتبقى بشكل كبير، فتبدا تاثر على الرؤيه الافقيه. مع التكون الشبوره المائيه بيكون في الساعات المتاخره من الليل تقريبا 3 4 الفجر، وبتستمر حتى طلوع اشعه الشمس. مهم جدا خلال الفترة القادمة استبق قائد المركبات والمسافرين على الطرق ياخدوا بالهم من تكون السبورة المائية على أغلب الطرق. دكتور، طيب مع هذه الحالة من التقلبات الجوية، اليوم سقوط أمطار، وبداية من غدا عودة ظهور الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق، يعني أبرز النصائح للمواطنين؟ عاوزين ناكد على الساده المشاهدين ان احنا مش عاوزين ننخدع تماما بفترات الدفء اللي هنحس بيها خلال الايام القادمه، لان مع فترات الليل هنفضل نحس بالاجواء المائله للبروده، وهتفضل درجات الحراره منخفضه بشكل كبير، وهيكون فرق بين فتره النهار وفتره الليل احيانا هيوصل ل 10 و12 درجه مئويه. هنحافظ على ارتداء الملابس خلال فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر، خاصة الطلبة اللي بيروحوا للمدارس في الصباح الباكر، أو إحنا لو بنرجع من أشغالنا في الساعات المتأخرة من الليل. بالإضافة كمان إن إحنا طبعا لازم نتابع النشرات الجوية بصورة يومية، لأن الخريف معروف دايما بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة في اليوم الواحد، وكمان في يعني الاسبوع الواحد تقلبات بين ارتفاع وانخفاض في الحراره، تغير في التنبؤات بشكل كبير. فمهم جدا قبل ما نخرج من البيت نتابع الحاله الجويه، وناكد على قائد المركبات والمسافرين على الطرق الصباح الباكر القياده بهدوء تام، ونتبع كافه تعليمات المرور، وان شاء الله السلامه الجايه ان شاء الله. دكتور منار غانم، عضو المركز الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه، جزيل الشكر لحضرتك يا دكتور منار على وجودك الدائم معنا. شكرا لك. أيضا كل الشكر موصول لحضراتكم على طيب المتابعة، وكونوا معنا دائما على شاشة تلفزيون اليوم السابع. إلى اللقاء.